المشركين من اتباع الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التعصب الرياضي الذي أوشك أن يودي بالأمة إلى مهلكة أودى بكثير منهم إلى الخروج عن الدين وعن الحقيقة. إذا وصلت الوقاحة بكثير منهم إلى التعدي على آيات الله والتحريف في آيات الله وكتابه الكريم بحسب الأحوال والأمسجة، واستمعوا لهذه الأمثلة حتى تبين ما وصل إليه الحال. يقول المولى جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول هؤلاء الجهال: وما أرسلناك إلا دعما للمتصدرين. أي وقاحة وأي سخ يصل إليه الحال بالمسلمين إلى هذا الدرك. ويقول المولى في تطهير أعظم بيت وأكرم زوجين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. ويقول أولئك الجهال: الوصيفات للوصيفين والوصيفون للوصيفات والمتصدرات للمتصدرين والمتصدرون للمتصدرات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم بطولة ودرع كبير. أين هذه الدرجة عباد الله نتلاعب بكتاب الله؟ فأي ذنب أعظم من أن نتلاعب بآيات الله التي عجز المشركون عن أن يتلاعبوا بها أو أن يحرفوا فيها، وهم لا يعلون جهدا في البحث عن أي سبب يغيظ نبينا صلى الله عليه وسلم. وينشأ منا القوم من يستهزئ بآيات الله، ويقول أحدهم: إن الذين قالوا حبنا النصر ثم استقاموا تتنزل عليهم الصدارة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالبطولة التي كنتم توعدون. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أحدهم: قد أفلح المتصدرون الذين هم على مركزهم محافظون، والذين هم عن الوصافة معرضون، والذين هم للفوز فاعلون. أي كفر بعد هذا الكفر عباد الله؟ وأي سخر واستهزاء بكتاب الله أعظم من هذا؟ استهزأوا بنبينا وديننا وكتاب ربنا ولكننا عاجزون عن الرد عليه أو عن إيقافهم. ووصلت الأمة إلى درجة من الضعف أنها لا تستطيع أن تدافع عن كتاب ربها، فويل لها من الله وويل لنا من الله إن لم ننصر دينه ونعز كتابه وندافع عن شرعه. فأي إسلام إذا نتحدث عنه وأي إيمان نكنه في قلوبنا؟ أصبح الشعار متصدر، المتصدر الحقيقي الذي يتقدم الناس للوقوف في الصف الأول في الصلاة، المتصدر الحقيقي الذي يبادر إلى الجمعة من الساعة الأولى فيكون كمن قدم بدنه، المتصدر الحقيقي الذي يسابق إلى حفظ كتاب الله، المتصدر الحقيقي الذي يدعى يوم القيامة مع أبواب الجنة الثمانية، المتصدر الحقيقي من وضع له منهجا وسار عليه يتبع الحق. يا عباد الله، عباد الله، قضى عليه التعصب الرياضي حتى قال قائلهم إن حياته ومماته كله لناديه. حدثني أحد الثقات من المسؤولين عن التنظيم في الملاعب أنه في إحدى المباريات سقط أحد الجماهير فرحا بتسجيل فريقه لهدف، فأدركناه في الرمق الأخير وأقول له: قل لا إله إلا الله. فيقول عن ناديه: هو اتحادي حتى الموت. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ويقول عن نفسه: اتحادي حتى الموت ومات عليها. لقد بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد أنني قد بلغت وقد نصرت.